المجتمع الدولي يتوافق، ليس فقط يصمت، ليس فقط يتحلل من أبسط التزاماته القانونية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة. لولا موقف المجتمع الدولي المتواطئ لما استمر حصار غزة ولما شعرت دولة الاحتلال بالأريحية في أن ترتكب ما شاءت من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استمرار جريمة التمييز العنصري ضد السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأنا أعتقد أنه ليس فقط المجتمع الدولي، حتى إقليميا المجتمع العربي أيضا موقفه دون المستوى المطلوب، حتى حركة الدبلوماسية الفلسطينية لم ترقى أيضا إلى المستوى المطلوب. المطلوب هو الآن وقف هذا العدوان أولا، وثانيا توفير الحماية المدنية، توفير حماية للسكان المدنيين، لأنه ما تقوم به إسرائيل أولا هي من شن العدوان دون سبب، دون ذريعة، دون أي ما يمكن أن تبرره. ثانيا أصل الشرور في المنطقة هو استمرار الاحتلال، وبالتالي المجتمع الدولي صمت في كل مرة كانت تهاجم فيها إسرائيل قطاع غزة، حاولت أن تحمي هذا الكيان، منعت أن تقوم المحكمة الدولية بواجبها حتى اللحظة بالتحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر وسائل مختلفة، من الضغط السياسي إلى المالي وما إلى ذلك، بما في ذلك تهديد طواقم المحكمة نفسها. طالما المجتمع الدولي على هذا الحال، طالما المجتمع العربي على هذا الحال، ما الذي يردع دولة الاحتلال من أن تصعد من جرائمها بحق المدنيين، بحق الأعيان والمنشآت المدنية؟ أنا لا أرى يعني أي هدفا حربيا يمكن أن تحققه دولة الاحتلال من هكذا عدوان، باستثناء ربما التنافس الداخلي والصراعات الداخلية، طرف يريد أن يقوي نفسه في انتخابات قادمة. لا يجوز أن يتسامح العالم مع فكرة أن من يفوز بالانتخابات يفوز على الدم الفلسطيني. هذا يجب أن يتوقف فورا، يجب أن يسعى المجتمع الدولي إذا كان صادقا في ادعائه الدفاع عن العدالة والحرية والسلام إلى إنهاء الاحتلال. لا يجوز أن يثور العالم ويقف على ساق واحدة ضد ما تقوم به روسيا في أوكرانيا، ويصمت تماما ويغض البصر تماما تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموما، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس، يعني ليس فقط في قطاع غزة. طيب سيد زقوت، إلى أي مدى حددت إسرائيل موعد هذه العملية وراعت فيه مجموعة من الاعتبارات؟ اليوم الثاني هو يوم السبت وهو يوم إجازة في إسرائيل. هذه الفترة بشكل عام هي فترة تشهد حرب روسية أوكرانية، والعالم منشغل بتداعيات هذه الحرب. يعني أنا أعتقد أنه أولا العدوان هو سمة أساسية، هذا كيان لا يقوم إلا على العدوان، لا يمكن لدولة الاحتلال أن تستمر وأن تبقى متماسكة دون أن تهاجم، دون أن تعتدي على الآخرين، لأن هذا يعني يخفض ويخفف من حدة التوترات والصراعات الداخلية داخل دولة الاحتلال. وبالتالي من حيث المبدأ هي دائما تقوم وبقائها مرهون بعدوانيتها لا أكثر ولا أقل. الآن يعني هي تحاول أن تستفرد بالجهاد، يعني تحاول أن تقول أنني أخوض حرب ضد الجهاد، وتبرر ذلك بأن الجهاد وكيل إيران، وهذا يعني محض كذب ومحض افتراء. الجهاد كغيره من الفصائل الفلسطينية هم يقبلون الدعم من كل دولة تقدم دعما للفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال وجرائم الاحتلال وعدوانيته. أنا أعتقد أنها لن تنجح، وأنا أشك في أن تحقق هذه الحرب يعني أهدافها، ويعني لبيد لا أظن أنه يعني سيستفيد كثيرا من هذا العدوان. المجتمع الدولي منشغل، ربما هذا يعطي فرصة بأن العالم منشغل عن ما تقوم به إسرائيل، ولكن في الوقت نفسه قد يشكل ضغطا إضافيا على دولة الاحتلال، لأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم منشغلة بالصين، منشغلة بروسيا، يعني آخر ما تسعى إليه أن تثور أو أن تتصاعد الأمور في هذه المنطقة، هي تريد أن تسكن الجبهات وتسعى دائما إلى تسكين الجبهات، لأنها يعني تسعى إلى توظيف كل جهودها ومواردها في مواجهة من يشكل خطرا حقيقيا على وجودها كقوة عظمى في العالم. لذلك يعني صحيح الكلام أنه يمكن أن يكون هذا فرصة، أنه المجتمع الدولي منشغل، ولكن في الوقت نفسه يمكن أن يكون العكس، أن يشكل يعني عامل ضغط إضافي، خاصة
وأن العدوان الإسرائيلي لن يحقق نتائجه ولن يكون لساعات أو أيام. يعني إذا ما استمر، أنا أعتقد أنه التجارب السابقة يعني في 2014 تجاوزت 40 يوم المواجهات، وأيضا أنت في وضع يعني المقاومة الفلسطينية نجحت في أن تبني قوة تردع على الأقل تخيف وتشل الحركة والحياة داخل دولة الاحتلال، وبالتالي هي ليست نزهة، ولا أظن أنه يمكن للعدو أن يحقق هدفه السياسي بتحقيق يعني بفوز التحالف الموجود في الحكومة اليوم بالانتخابات القادمة. هذا يعني أشك أن يتحقق.